يا اهلا بحضراتكم، عوده من جديد لعشرة الصبح في الاهلي. بتمنى تكونوا استمتعتم باللقاء الجميل اللي اجرته نهاوند مع ضيوفها الكرام اللي كانوا منورين لنا الدنيا في الاستوديو، وان شاء الله كمان تسعدوا بهذه الفقره وبمحتواها، لان محتواها مهم جدا. هنتكلم عن الميركاتو الاوروبي اللي اصبح هو حديث الساعه اكيد بانتقال ميسي لباريس سان جيرمان وعوده رونالدو لمان يونايتد، ولسه في كلام بقى عن مبابي وعن غيره من نجوم كره القدم العالميين. طبعا كل التدعيمات دي بيكون ليها شقين، شق تسويقي وارتفاع قيمة النادي التسويقية، وشق فني بالتأكيد لحصد البطولات. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيفنا اللي منورنا الناقد الرياضي الأستاذ أيمن جلبرتو، مدير تحرير موقع يلا كورة. صباح الفل عليك وسعداء بوجودك معانا. صباح الخير يا كريم ونهاوند، ومبسوط إن أنا معاكم طبعا. أنا مبسوطين أنت بقى معانا مش عبر الشاشة، لأن طبعا بننبسط وأنت عبر الشاشة، لكن كده أحسن حتى يبقى في فرصة إن إحنا نسأل أسئلة كتيرة جدا ونعرف تفاصيل منك. ونبدأ بالميركاتو لأن ده موضوع الساعة حاليا، والتنقل التنقلات العظيمة اللي عمالة تحصل والملايين والمليارات اللي عمالين نسمعها وردود الأفعال وغضب بعض الجماهير من النوادي وغيره والتنافس الموجود حاليا. ونبدأ بقى بباريس سان جيرمان والانتقال الأخير والكتيبة اللي موجودة حاليا، وهل برضو يعني مع تعليقك أنا عايز أعرف هل بتتوقع أن فعلا باريس سان جيرمان يبقى فيه نوع من الاختلاف بشكل بقى ملحوظ جدا في فكرة هنا الدوريات والألقاب والبطولات وغيره؟ طبعا باريس سان جيرمان هو حديث الساعة، لأن ميسي انتقال ميسي لباريس سان جيرمان ده عمل ضجة كبيرة. طبعا ميسي كمان بينتقل بفري ترانسفير، ده برضو كان أمر بالنسبة لنا كلنا غريب جدا. كل الناس تتوقع أنه يبطل في برشلونة، لكن الأمور في الليجا طبعا مختلفة والقوانين في الليجا مختلفة ومفيش استثناء. النهاردة ميسي أحد يعني هو يمكن القيمة الأكبر كانت في الليجا، لكن مفيش استثناء. رحل فرنسا وكلنا شفنا الضجة. يعني أنا شفت امبارح الجزء اللي ميسي نزل شارك فيه مع باريس سان جيرمان، تشعر وكأن الجمهور نفسه مش مصدق ان ميسي موجود في الملعب. التيشيرت دي غلط، في حاجه غلط. وجمهور نفسه باريس يعني في حاله من الصخب، وان هم يعني سعداء جدا، والاطفال حتى بعد المباراه والجمهور بيحيي اللعيبه وكله بينده على ميسي ولاعيبه الفريق المنافس، وهي كلهم واقفين بيتصوروا مع ميسي، والحارس اللي جايب ابنه عشان يتصور مع ميسي. يعني بجد امبارح التعليقات كانت تحديدا على اللقطه طبعا دي بشكل كبير قوي. زي ما انت قلتي هي دي حته تسويقيه، خسران جاي فيك كولين ورايح بعد كده ميسي قدامي. فهي دي الفكره التسويقيه، ان النهارده انظار الناس كلها تروح للدوري الفرنسي وباريس سان جيرمان. الفريق مفروض ان هو كده مكتمل، هو قبل كده كان مكتمل لكن دلوقتي هو زاد اكتمالا. فدوري ابطال اوروبا المفروض ان هو ده يكون الهدف الرئيسي، مش حاجه ثانيه. فكرك ممكن تالق ميسي يعني يخفت نسبيا مع باريس سان جيرمان لاعتبارات معنويه بحته، وفكره ارتباطه المشروط طول عمره وطول مسيرته مع برشلونه؟ اكيد يعني هتبقى تجربه مختلفه. طبعا هو حتى بالنسبه له هو بيتكلم وبيقول انا يعني في المؤتمر اللي كان عمله في كامب نو لما كان بيعلن خلاص رحيله، هو تخيل ميسي بعد العمر ده كله والتاريخ ده كله بيقول لك انا رايح، انا لسه هبتدي من الصفر، هبني في مكان جديد، حتى على مستوى العائلي ان هو بينقل عيشته كلها من اسبانيا لفرنسا. فاكيد ممكن يبقى فيها تاثير نوعا ما، ولكن اكيد مع توالي المباريات هو راجل عنده حلم ان هو لسه عايز يكمل مسيرته، عايز مزيد من الالقاب، عايز كمان ان هو يقول لا انا لسه السنتين ثلاثه اللي انا مستمر فيهم في الملاعب اقدر ان انا باريس سان جيرمان، الموضوع مش بس مرتبط ببرشلونه، لا انا ميسي اقدر اشيل كمان باريس سان جيرمان. فاكيد هو كل لاعب بيبقى عنده الحته اللي هو لازم عايز يكسب، عايز على طول يبقى نمبر 1. الصراع بينه وبين كريستيانو السنين اللي فاتت، يمكن الكره الذهبيه مره تروح لليفاندوفسكي مره تروح لمودريتش، فالنهارده هو عايز يحاول ازاي اقدر ابعد كمان عن كريستيانو رونالدو، لان الاثنين زي ما احنا بنقول خلاص بيبطلوا كوره. فمين بقى اللي لما هيبطل كوره هيبقى معاه اكتر عدد من الكرات الذهبيه؟ فكل دي اكيد هتفرق مع ميسي في الفتره اللي جايه. طيب احنا بس نستاذنك يعني نخرج بره الاطار اللي بنتكلم فيه للحظات، عشان احنا عندنا لايف فيو ولقاء من فرع النادي الاهلي بمدينه نصر مع سياده العميد احمد النحاس مدير فرع النادي الاهلي بمدينه نصر، طبعا مع زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم المتواجده هناك لحضور افتتاح الجراج الجديد اللي بيتسع ل 100 سياره ويمكن اكثر في فرع 1000 1000 صحيح 1000 سياره، وطبعا يعني اضافه جديده في منتهى الاهميه
واكيد اكيد هتنعكس بالايجابه على كل رواد فرع مدينه نصر. يا هنا اهلا بيكي مره ثانيه وتفضلي، وتحياتنا طبعا لسياده العميد، احنا سامعينكم، اتفضلي. بجدد التحية بيكم مرة تانية أنا هواندو يا كريم وكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، وزي ما عودنا دايما جمهور 10 الصبح في الأهلي بنقول لكم كل الأحداث المهمة. هيكون معايا دلوقتي العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر عشان بقى يحدثنا عن تفاصيل الافتتاح اليوم. في البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وعايزة بقى حضرتك تكلمنا عن فعاليات الافتتاح اليوم. أستاذة هنا صباح الخير، أستاذة نهواند، أستاذ كريم صباح الخير عليكم جميعا، صباح الخير على قناة النادي الأهلي، مجموعة العمل المحترمة اللي بتشرفنا في الأحداث الجميلة اللي احنا بنعيشنا في النادي الأهلي، ويوم جميل إن شاء الله وبداية جميلة. طبعا زي ما حضرتك قلتي كده، احنا النهاردة بنسعد بحدث ويوم بيعتبر تاريخي لأبناء النادي الأهلي والمنتمين للنادي الأهلي، والنسبة الأكبر من المتابعين للوسط الرياضي والأنشطة الرياضية على مستوى جمهورية مصر العربية. يمكن النهاردة حلم بيتحقق وعد بيه كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس المحترمين، حلم تاريخه أو مدته اللي كنا بنحلم بيها تعدت 25 عام أو 30 عام. أنا بذكر عدد الأعوام عشان نعرف حجم الحدث اللي احنا بنقابله النهاردة، وده اترجم في اهتمام كافة القيادات السياسية داخل جمهورية مصر العربية، سواء على المستوى الرياضي أو على المستوى الإنشائي أو على المستوى المحليات. يمكن النهاردة بيشرفنا وحيشرفنا بناء على دعوة من الكابتن محمود الخطيب شخصيا لرجال الدولة المصرية، معالي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، معالي محافظ القاهرة سيادة اللواء خالد عبد العال. يمكن ده ترجمة، وقيادات أخرى على المستوى قيادة سياسية أو قيادات القوات المسلحة، يمكن ده بيترجم لينا مدى أهمية الحدث ده والإدارات المعاونة اللي شاركت بشكل أو بآخر في إتمام حلم فعلا كان أعضاء النادي الأهلي بالكامل بيحلموا بيه والنهاردة بيتحقق. زي ما حضرتك قلت حدث النهارده كبير، هيكون موجود طبعا كابتن محمود الخطيب وزير الشباب والرياضه وايضا محافظ القاهره. ازاي استعديتوا لايفنت النهارده؟ الاستعداد طبعا النهارده احنا يمكن حابب اذكر ان كان في مجهود مبذول محترم جدا من الاداره الهندسيه برئاسه المهندس سامح علي كامل مدير الاداره الهندسيه في النادي الاهلي ومستشار المجلس او الاستشاري المجلس للامور الهندسيه والمشروعات. احنا بايتين من امبارح في النادي، وصلنا الليل بالنهار عشان نطلع بالمنظر الجمالي والمنظر المحترم اللي بيليق بمنظومة النادي الأهلي وبيليق بكابتن محمود الخطيب ومجلسه المحترم، بيليق بالإدارة التنفيذية برئاسة الأستاذ الدكتور سعد شلبي قائم بأعمال المدير التنفيذي، كله على قدر المسؤولية. الإدارات المعاونة عندنا داخل فرع مدينة نصر، سواء الإدارات الخاصة الخدمية أو الإدارات الأمنية، احنا يعني زي ما بقول لحضرتك احنا ما اتحركناش من النادي، وده احساس بمسؤوليه واحساس بمدى اهميه الحدث اللي احنا عانينا منه كلنا. مش عايز اختصر الحدث في افتتاح او ميزه معينه او خدمه معينه بنوفرها لاعضاء النادي الاهلي ولابناء المنتمين للنادي الاهلي وضيوف النادي الاهلي من مواطنين المصريين والمنتمين للنادي الاهلي. الحدث اللي احنا فيه النهارده كان فيه نقاشات كثيره جدا وتحديات كثيره جدا. يمكن كان الكابتن محمود شخصيا كان مهتم ان هو يبقى متابع ليها بشكل يومي، مساعد لينا في دفع اي عقبه بنقابلها، سواء بقى مع موافقات امنيه سواء مع اجراءات خاصه بالمحليات ومحافظه القاهره. طبعا حضرتك عارفه احنا الموقع بتاعنا موقع استراتيجي جدا، ويمكن ذكرنا الكلام ده قبل كده، احنا موقع مدينه نصر مؤدي لمناطق حيويه جدا في جمهوريه مصر العربيه. يمكن يعني على سبيل المثال مش الحصر العاصمه الاداريه الجديده، ميناء القاهره الجوي، خطوط سير لشخصيات هامه وضيوف لجمهوريه مصر العربيه. المتابعه مش عايز اقول ان هي من اعلى المستويات في القياده السياسيه، كان في متابعه من اعلى المستويات في المنظومه دي لانهاء هذا الحدث عشان يبقى بشكل أو بآخر بيكمل مجهود بيتم في المجتمع المصري والبنية التحتية الانفراستراكشر الخاصة بالمجتمع المصري وخاصة في مناطق مدينة نصر، لأنها واجهة لبعثات دبلوماسية زي ما قلت لحضرتك وللمواطن المصري اللي هو خلاص ابتدى يشعر. لا، مصر بتتغير اليومين دول،
النادي الأهلي بمسؤولياته المجتمعية اللي بيقدرها تماماً وطول عمرنا كده شعورنا ان في جهد مبذول من القيادة السياسية يستحق ان احنا نقف وعايز اقول نقاتل ان احنا نبقى على هذا المستوى اللي بيليق بالمجهود المبذول من القيادة المصرية السياسية المصرية وفي نفس الوقت بيليق بعضو النادي الأهلي. نادي الأهلي زي ما بنقول هو ملاذ ومنفس لنسبة كبيرة جدا من الشعب المصري. مش عايز أخص بالذكر أعضاء النادي الأهلي أو الجمعية لأن عضو النادي الأهلي بيبقى لي أصدقائه بينورونا بدعوات بتذاكر للتردد على النادي. أصبح فرع مدينة نصر الحمد لله بفضل الله وفروع ومقرات النادي الأهلي بشكل عام مزار حقيقي بيستمتع به المواطن المصري وعضو النادي الأهلي وعضو الجمعية العمومية. النهاردة احنا عندنا جراج هيتحدث عليه الوسط الرياضي مدة طويلة لأن مع كامل احترامي وتقديري في نماذج زي دي كتير بس احنا استعدينا بشكل هعتبره ان هو في نوع من الرؤية الاحترافية والأمنية. يمكن كان في إصرار من كابتن محمود الخطيب لموقع الجراج أو موقع فرع مدينة نصر التأكيد على عملية تأمين دخول العضو المتردد للنادي الأهلي. النهاردة بيشرفنا زمايلنا في وزارة الداخلية من مركز تدريب الحراسة لسلاح الكلاب يمكن وجهة مشرفة جدا تعاون ما بيننا وما بين مؤسسات الدولة زي ما قلت لحضرتك هي منظومة واحدة وطن كلنا بنسعى وبنجتهد ان احنا لرفعته بشكل محترم. النادي الأهلي حاسس بمكانته الرياضية وأهميته على المستوى السياسي والمستوى المجتمعي ده بيترجم النهاردة ده هتشوفوه النهاردة. يمكن أنا بعتبر أن حدث جراج النادي الأهلي مدينة نصر استكمالا للأحداث الجميلة اللي حصلت عندنا من مشاريع محترمة تليق بالمواطن المصري وعضو النادي الأهلي هو الحدث الأكبر والأهم وحسن الختام زي ما بنقول. ممكن يبقى فيه مشاريع مستقبلية في الفترة الجاية إن شاء الله كابتن محمود الخطيب ومجلس الإدارة بيخططوا لها وحتعلن في الوقت المناسب لهذا الكلام. لكن احنا بنتكلم على حدث النهاردة بيطابق الجملة الجميلة المحترمة اللي أكد عليها كابتن محمود الخطيب والسلوجن الخاص بالنادي الأهلي دلوقتي تاريخ مبادئ تطوير. هو ده النادي الأهلي، النادي الأهلي بتاريخه، النادي الأهلي بمبادئه، النادي الأهلي بتطويره اللي احنا بنشوفه كل يوم. أعتقد الشارع المصري والمواطن المصري على مستوى الجمهورية هيتابع من خلال قنواتكم المحترمة قناة النادي الأهلي اللي بيتابعها ملايين المواطنين المصريين هيتابع الحدث الأهم في المؤسسات الرياضية والأهم في الوسط الرياضي في الوقت الحالي. بشكر حضرتك جدا طبعا سيادة العميد وإن شاء الله مزيد من التقدم. يعني فندم بشكرك، بشكر الأستاذ كريم الأستاذ نهاوند وبوجه دعوة لحضراتكم وخلاص ما بقاش فيه بقى أعذار تقدروا تشرفونا جوه منظومة النادي الأهلي فرع مدينة نصر تستمتعوا بمكانكم وتستمتعوا بمجهود اتبذل من كل العاملين في النادي الأهلي بداية من العامل من الموظف من مديرين الإدارات من إدارة هندسية لم تكل ولا تمل في بذل أي مجهود في المتابعة والإصرار على خروج الحدث ده بشكل يليق بمنظومة النادي الأهلي. كل سنة وحضراتكم طيبين. بشكر حضرتك مرة أخرى. ده كان لقائي مع سيادة العميد أحمد النحاس مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر. العودة ليكم مرة أخرى في الاستوديو. ده إحنا اللي بنتوجه بالشكر وبالتحية وبخالص تهانينا لسيادة العميد بنشكره على وجوده معنا جزيل الشكر وأكيد الشكر موصول ليك زميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم. الحقيقة حاجة تفرح جدا وحدث جميل إن إحنا كمان ننقله لحضراتكم لحظة بلحظة وتحياتنا سيادة العميد المحترم حقيقي شخص دؤوب وبيشتغل على الأرض بشكل يعني ملحوظ جدا وبيشارك في كل الفعاليات اللي بتكون موجودة. وأنا فاكرة إن إحنا من سنة كنت أنا وسيادة العميد اتفقنا إن أنت هتعزمنا في فرع مدينة نصر. أيوة ولحد دلوقتي لم يتم. أتأكد من صحة الكلام ده من سيادة العميد. ما هو سيادة العميد لسه قال إن كريم سيادة العميد لسه قايل نوفي بوعودنا. أيوة لما قلنا إن إحنا على الهوا هنروح نزوره دي بالجمله اكيد ده يبقى هنيجي ان شاء الله يبقى نيجي احنا نتشرف وعلى الاقل هنلاقي بقى مكان يعني واسع قدرت يعني باركينج موجود طبعا. وانشاءات وتطوير ومطاعم وكل حاجه اعتقد اي يعني عضو بيدور عليها اكيد هتكون موجوده ومتوفره ليه. هنروح بس فاصل سريع ونرجع نكمل ان لسه الحديث طويل جدا مع الميركاتو ومعانا استاذ ايمن جلبرت.
عودة لضيفنا العزيز أيمن جلبرتو. وكنا بنتكلم بقى على ميسي على وعلى رونالدو، وقفنا بقى في الكلام فيه. أيوة بص، إحنا يعني اتكلمنا على ميسي وعلى، بس عايزين نرجع للميركاتو عامة، وعايزة أروح برضو معاك للدوري الألماني لو تسمحوا لي عشان الوقت بيجري بسرعة جدا. يعني الدوري الألماني البعض كان بيقول إن هو أصبح ممل جدا، أنت بتتكلم في بايرن ميونخ بيلعب أو بيلعب نفسه، يعني مفيش منافس حقيقي، فهل بتتفق مع هذا الموضوع؟ يمكن طبعا بايرن ميونخ مسيطر في ألمانيا بشكل كبير، الفريق يعني آخر كام سنة 9 سنين بنتكلم إن هو يعني فريق متكامل جدا، حتى في أوروبا لما بيظهر بيظهر بشكل قوي. ولكن الدوري الألماني عموما في الفترة اللي كنا بنتفرج فيها يعني قبل ما خلاص ما بقاش يتذاع في الشرق الأوسط، لا في تنافس يعني الأندية ما بينها وبين بعض، بيبقى في تنافس، شالكا، بروسيا دورتموند، لايبزيج بعد كده لما ظهر، فكل فولفسبورغ كمان، يعني الشركات دي الأندية دي مع في بعض الرعاة لما دخلوا الأندية معينة، فأندية حتى الدوري الألماني ابتدت مع بايرن بتظهر أوروبيا وبيبقى في تواجد ليهم في أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا. فالدوري الألماني ما نقدرش نقول إنه هو ممل، بس هو بالنسبة للمتابع المصري والعربي مش هو حظه أقل في النسب المشاهدة بالزبط، كمان عندهم يعني اسم أو اسمين بالكتير، لكن مش زي مثلا الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي برضو. يعني كريستيانو رونالدو كنا بنتكلم أنا ونهواند بلينك من اللينكات بتاعت حلقة النهاردة، بقول لها أنا عندي إحساس كده والله أعلم إن رونالدو متكعبل شوية، يعني الفترة دي الدنيا مش ماشية على هواء قوي من أول ما راح يوفنتوس بصفة خاصة، وتحس إن هو مفيش أريحية من طرفه. وبعدين لما اعلن كمان الرحيل كان في كلام وتلميحات على انها كانت رغبه يعني مزدوجه منه من اداره النادي. فانت شايف ان هيحصل حاجه في مسيرته الفتره الجايه، خصوصا ان احنا بنتكلم عليه يعني 36 سنه دلوقتي. لا بس كريستيانو هو دلوقتي زي ما انت تقول راجع بقى بيته، يعني المفروض هو راجع للمكان اللي هو هيرتاح فيه نفسيا، الجمهور اللي هو بيحبه، بداياته هيستعيد فيها ذكريات كويسه. طبعا لسه وجود أليكس فيركسون في الصورة أنه على طول متواجد في النادي، ده الأب الروحي لكريستيانو. زي ما أنت قلت يا كريم، كريستيانو فعلا يعني آخر كام سنة لعب في يوفنتوس، طبعا هو بيعمل أرقام قياسية وراجل متواجد كهداف وخد مع يوفنتوس الدوري الإيطالي، ولكن واضح أن الكيمياء بتاعته مش راكبة قوي يعني في يوفنتوس. كمان يوفنتوس في الفترة دي هو في الفترة يعني بيبني، لسه هيبني أو مرحلة هبوط شوية، حتى فترة بيرلو الأمور ما كانتش يعني مستقرة. يعني بعيد عن قصد البطولات؟ أوروبيا كريستيانو طبعا لما الناس كلها حتى كانت بتهزر تقول إن يوفنتوس حظه سيء جدا في دوري أبطال أوروبا، صعد أكتر من نهائي في السنين الأخيرة وما كانش بيوفق، فاللي هو جاله دوري أبطال أوروبا شخصيا اللي هو كريستيانو رونالدو بالبطولات برضو مش ضابطة معاه، وبرضو مفيش لا وبيخرجوا كمان من أدوار مبكرة، فالأمور دي بالنسبة لكريستيانو صعبة. مع ان الراتب بتاعه طبعا الضخم في يوفنتوس، قال لا مش قال النص بس يعني بالانتقال فالنهارده هو لو كان بياخد مثلا 30 او 25 مليون استرليني في السنه، هو في مانشستر هياخد اقل، ولكن ده كان عبء كبير على نادي يوفنتوس. أليجري نفس المدرب بتاع يوفنتوس كل الناس عارفه ان طريقته شويه مش هتتماشى مع كريستيانو، ان هو يعني لما كريستيانو اول لما جه يوفنتوس كان هو مشي ويقال ان النادي يعني كان بيقول دي مرحله جديده، فكل مع بقى كمان انتقال ميسي لباريس سان جيرمان والضجه اللي حصلت، فكريستيانو لا انا مش هينفع اقعد انا مش هينفع اقعد. وبرده بنتكلم ان كريستيانو لما هينتقل من يوفنتوس لمانشستر بمبلغ يعني مش كبير خالص، لو كمل 20 مليون استرليني او حاجه كده، ده يعني برضو مبلغ تقريبا من كتر بسيط قرر انا عليه تقريبا والله مستلمه بقاله سنه لكن هو كراتب هو هيفضل طبعا بتوع زمان اهو وصل النص اهو لكن كراتب لا هو الراتب بتاعه طبعا هيفضل نتكلم في 380 ألف استرليني اسبوعيا. فهو في مانشستر يونايتد هي قصه جميله كلنا مستنيينها، لان فعلا هنستعيد بدايات كريستيانو وهنشوف بقى مع الجيل الحالي هيعمل ايه. مانشستر يونايتد بقاله فتره بيكسبش بريمير ليج، فدي برضو حاجه هم نفسهم فيها. كان في صوره لاخر فريق الفريق اللي كسب دوري ابطال اوروبا مع مانشستر يونايتد كلهم اعتزلوا، يعني هم مش انتقلوا لا اعتزلوا كره القدم، ورونالدو الوحيد اللي مكمل وبيرجع لمانشستر، فكلنا مستنيين التجربه دي نشوف هتكمل على ايه. اعتقد الدوري الانجليزي هيختلف بشكل كبير كمان، نتكلم لكوكا للتشيلسي وليفربول محمد صلاح ودلوقتي كريستيانو مع مانشستر يونايتد، فيعني بالتالي هيبقى فيه برضو
متعة أكتر ما نقدر نقول يعني تهيألي كده. طبعا لا الدوري الإنجليزي كل سنة الناس بتحاول تلاقي له مخرج إن هو لأ هيقل لأ كل سنة في حاجة كبيرة بتنضم أعظم اللي قبلها. وكمان زي ما أنت قلتي إحنا عايزين نشوف الصراع بقى بتاع كريستيانو وصلاح. يعني النهاردة صلاح مكسر تقريبا أغلب أرقام كريستيانو اللي هي فردية في البريمير ليج فكريستيانو راجع له المرة دي هتقول بقى كريستيانو وصلاح أو صلاح وكريستيانو بشكل مباشر فالموضوع هيبقى ممتع جدا يعني ده من مصلحة كل الناس اللي هتتابع الدوري الانجليزي. هو الوقت ما لحقناش نقعد مع حضرتك والله يا استاذ ايمن تيجي تدور بقى الاسبوع الجاي ان شاء الله تحت امركم. احنا عايزين والله نعمل فقره بجد تبقى ثابته معانا ونتكلم معاك كمان في الكره العالميه لان ده ملف انت يعني متخصص فيه كمان فنحاول ان شاء الله الاسبوع الجاي تكون معانا بس للاسف احنا الوقت خلص عشان بس لازم ننهي الحلقه والفقره عشان الاذان نورتنا يا استاذ ايمن. شكرا لك. شكرا جزيلا. شكرا. نشوفكم على خير بكرة إن شاء الله حلقة جديدة وعشرة الصبح في الأهلي صباح الخير. وبس عايزين نفكرهم تابعونا ما تنسوش الساعة 5 إن شاء الله هيكون في بث حي وافتتاح يعني الجراج الخاص بالنادي الأهلي بفرع مدينة نصر هذا الحدث اللي احنا بنستناه بقالنا سنين كتيرة جدا ومجلس الإدارة وكابتن محمود الخطيب كانوا حريصين جدا إن هو يتم في أسرع وأفضل صورة فإن شاء الله كلنا نفرح الساعة 5 مع بعض تابعونا وبإذن الله نحاول كمان أنا وكريم نكون متواجدين هناك مع حضراتكم. نشوفكم بكرة إن شاء الله.